بسم الله الرحمن الرحيم. الكل يعلم ما حدث يوم أمس كان انعطافة وانعطافة خطيرة جدا في مجرى الأحداث السياسية في محافظة كركوك، وتعريفنا لما حصل هو انقلاب على كل الاتفاقات السياسية والعهود والوعود التي أعطيت لنا خلال الفترة الماضية على أن تستمر المفاوضات والاتفاقات بمسار واحد، ألا وهو التوافق بين جميع مكونات المحافظة والكتل التي فازت في الانتخابات الأخيرة. ولكن حدثت أشياء مهمة جدا، من واجبنا كمشاركين في هذه الأحداث أن نطلع أهلنا في كركوك بشكل عام وأبناء المكون العربي بشكل خاص على هذه الأحداث حتى تتضح لهم الصورة. بعد أن انتهت الانتخابات الأخيرة في نهاية عام 2023 وتصدرت المجموعة العربية نتائج الانتخابات بستة أعضاء، تليها كتلة الاتحاد الوطني بخمسة أعضاء، بدأنا بمفاوضات مجتمعين وموحدين، وكان قرار المجموعة العربية هو التفاوض على أن يكون منصب المحافظ من استحقاق المكون العربي، ولم نقاطع أي جهة. هذا هو الكلام الحقيقي. ربما بالفترة الماضية لأنها كانت فترة مفاوضات ابتعدنا عن الإعلام والمؤتمرات الصحفية حفاظا على مسار المفاوضات، ولكن اليوم يجب أن نتكلم بكل صراحة، لم نقاطع أي كتلة في هذا التفاوض، ولم نقاطع أي حزب، على أساس أن كركوك خليط ولا يمكن استثناء مكون أو حزب موجود في العملية السياسية. ذهبنا باتجاه الاتحاد الوطني واصطدمنا بمطلبهم الأساسي، ألا وهو أن يكون منصب المحافظ لهم، وذهبنا باتجاه الحزب الديمقراطي والجبهة التركمانية، وأيضا كانت لهم نفس المطالب، ولكن كانت هنالك سقوف قابلة للتداول وقابلة للتفاوض وقابلة للحوار، فقطعنا أشواط ثم بدأنا بعد ذلك أن نتفق فيما بيننا. بالفترة الأخيرة التي يعني أصبح هنالك ضغط كبير جدا من الشارع لحسم هذه الأمور، تدخل السيد رئيس الوزراء وأصبح مشرفا بشكل واضح على مجرى المفاوضات بين الكتل السياسية في محافظة كركوك، وكنا من الداعين لهذا التوجه والمؤيدين له والكتل السياسية الأخرى. وفي لحظة من اللحظات كان هنالك للجبهة التي شكلناها مع الحزب الديمقراطي مع الاتحاد مع الجبهة التركمانية مع الكتل السياسية الأخرى الأغلبية الواضحة، ولكن لأنه لم يكن معنا الاتحاد الوطني لم نعقد الجلسة نزولا عند نصيحة رئيس الوزراء. ثم تحققت هذه الأغلبية مرة ثانية في جلسة الافتتاح لمجلس محافظة كركوك، عندما رفض الاتحاد الوطني ابتداء أن يشارك في الجلسة بحجة رفضه لأن تكون الجلسة مفتوحة مغلقة، فكان لدينا الأغلبية لافتتاح الجلسة وعقد جلسة أصلا لتسمية رئيس مجلس محافظة، ولكن أيضا نزولا عند رغبة رئيس الوزراء ذهبنا إلى تأجيل هذا الأمر، واتفقنا أن ندخل مجتمعين ب16 عضوا للجلسة الافتتاحية، واستمرنا بالتواصل. ولكن مع الأسف الشديد كانت هنالك سياسة واضحة جدا من الاتحاد الوطني بالذهاب بشكل منفرد على العدد من الأعضاء العرب وعدم المجيء إلى الأحزاب التي تمثلهم وقيادتهم سواء في كركوك أو في بغداد، مما أثر بشكل سلبي على مجرى المفاوضات في الأيام الأخيرة. وكان هنالك عهود قد قطعت فيما بيننا نحن القياديين العرب والأعضاء الستة على أننا نذهب إلا ونحن مجتمعين، وفعلا إن كان في بغداد كنا مجتمعين، وإن كنا نذهب مع إلى الحزب الديمقراطي أو إلى الجبهة التركمانية أو إلى أي جهة أخرى أن نذهب مجتمعين، وذهبنا مجتمعين. ولكن بالأيام الأخيرة ظهرت بوادر انشقاق وظهرت بوادر نكوث بالعهود التي قطعت لنا من قبل عدد من أعضائنا الموجودين ضمن المجموعة العربية،
وأحدهم في حزب السيادة، واستمرينا بالتواصل معهم وتنازلنا عن كل ما هو مستحق لنا. ولكن مع الأسف الشديد وأتكلم بصراحة وبتجرد، أنا اليوم هنا لست لاستهداف شخصي أو لاستهداف حزب أو لاستهداف جهة معينة، إنما يجب أن نوضح الحقائق أمام الشارع العربي، لأننا طيلة الفترة الماضية مجتمعين، ليس أنا فقط، كلنا كنا نتحمل الخلافات فيما بيننا، نتحمل كل المشاكل الموجودة بيننا من أجل الحفاظ على وحدتنا كمكون عربي. ولكن اليوم عندما يذهب قيادي أو عضو في مجلس المحافظة من أجل مصلحته بين قوسين فقط، أو من أجل الحصول على هذا المنصب، أو أنه يقول لي لا أستطيع أن أعمل بدون أن يكون لدي منصب، وينسى ما تعرض له المكون العربي من مآسي ومعاناة، أين المعتقلين العرب؟ هل حقق الاتفاق الأخير أن يخرج معتقل عربي واحد؟ ألم يكن هنالك اتفاق مسبق بينكم أن يخرج هنالك 500 واحد؟ وفي أثناء المفاوضات أبلغوكم أنه لا يوجد لديهم حي من الذين تم اعتقالهم؟ كيف ترضون لأنفسكم أن تسيروا بهذا الطريق؟ وقد أبلغتكم أنا شخصياً إلى يوم أمس الساعة 9 والساعة 8 والساعة 6 مساءً، وأنا كنت معكم وكنت أقول لهم يا أخوان خذوا ما تريدون، كل المناصب لكم، ولكن لنبقى مجتمعين عرب، لا تذهبوا واحد واحد، لا تذهبوا ثلاثة، لا تذهبوا أربعة، لنذهب ستة مع أي جهة. إحنا ما عندنا مشكلة مع الاتحاد الوطني، ما عندنا مشكلة مع الحزب الديمقراطي، وما عندنا مشكلة مع الجبهة التركمانية، لماذا تريدون أن تذهبوا فرادى بالتفاوض؟ هل يعقل، هل يعقل أن يتصدق علينا الآخرين بمناصبنا؟ هي هاي المناصب التي أعطيت هي مو مناصب المكون العربي؟ ليش المناصب في كركوك هي لمكون، لجميع المكونات؟ إذا ما حد يمن علي بمنصب، هذا المنصب لو أخذه بذراعي، لو أخذه بانتخاب، لو أخذه باستحقاقي، لو أخذه بحيلي وبقوتي، لو والله ما أمد إيدي. أنتم مديتوا إيديكم، أنتم تفضلوا عليكم الآن منطوكم هذه المناصب، ولا تقولوا لي لا، لا مديت إيديكم منطوكم المناصب وأنتم صرتوا مدادين إيد. ومع الأسف خلتونا بموقف اليوم، أنا طيلة الفترة الماضية 20 سنة أنا في كركوك بهذه العملية السياسية، كل خلافاتي مع أي شخصية عربية لم أتطرق بها إلى الإعلام أبدا، تعرضت إلى التجريح وتعرضت إلى الانتقاد، وكذلك الأخي أستاذ راكان وأختنا دكتورة سلوى، تعرضنا إلى ما تعرضنا عليه طيلة الفترة الماضية، لم نتطرق بالإعلام أبدا إلى خلافاتنا العربية. ولكن أن نضحي أو نبيع تضحيات المكون العربي بهذه الطريقة القذرة، هذه الطريقة التي جعلت كل عربي في كركوك يشعر أن ليلة أمس هي ليلة نكبة وليلة سوداء، لا نتقبلها. نحن في حزب السيادة آلينا على أنفسنا طيلة الفترة الماضية أن نتمسك بشكل واضح وصريح بمنصب محافظ كركوك، ويعلم كل الإخوان الذين كانوا معنا في التفاوض وخارج التفاوض، كنت أتكلم بشكل واضح وصريح إلى اللحظات الأخيرة عندما أجلس مع كل الأحزاب التي جلسنا معها، نطالب بمنصب محافظ كركوك أن يكون للمكون العربي، لأن هذا المنصب حل لكل المشاكل. لو أن بقى المنصب المحافظ للمكون العربي، لا الأخوة الكرد سيعترضون، ولا التركمان سيعترضون، والحكومة العراقية سترحب بهذا الأمر، والقوى السياسية ترحب بهذا الأمر، وذلك لأن المحافظة طيلة الفترة الماضية كانت مستقرة. أما الآن بعدها، يعني بعد ما استلم أي محافظ آخر منصبه، انظروا إلى حال كركوك، مظاهرات ومؤتمرات صحفية وانقسامات في الشارع على مود فلان يأخذ منصب نائب المحافظ وفلان يأخذ رئيس مجلس المحافظ. ما هكذا تورد الإبل يا عرب، ما هكذا تورد الإبل يا عرب. ما 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 ذنب إخواننا التركمان الذين كانوا معنا طيلة الفترة الماضية، والآن حتى عضو أو عضوين من الأعضاء العرب يأخذون مناصب الإخوان التركمان يكونون خارج المعادلة؟ سنبقى متضامنين مع إخوان التركمان، وسنبقى رافضين لهذه الجلسة. هذه الجلسة بالفصيح جلسة خلسة، وبالعربي العامي بوغة. الشجاع والعنده ثقة بأن هذه الجلسة شرعية وتمثلها له
يطلع لابس عقاله وما يدير بال، يطلع واقف ويقول انا ابن فلان وما يدير بال. هل سويتوها بهالطريقه هذه؟ من شو استفادتوا؟ شخذتوا؟ وين العرب ما مكيفين، العرب ما مرتاحين بهذه الوضعيه. فاحنا بالنسبه لنا اولا مخالفه لمخالفات عديده جدا الشكليه. الجلسه لم تاتي عن طريق دعوه من قبل رئيس السن، وهذا رئيس السن حاضر امامكم. لم يبلغ سبعه من اعضاء مجلس المحافظه، لا تبليغ عن طريق الهاتف، لا تبليغ عن طريق الدعوه من قبل رئيس السن، ولا اصلا ماكو ما له دعوه. يعني هي عباره عن الدعوه تم دراستها بين تسعه من الاعضاء فقط. الامر الثاني، الماده سبعه من قانون المحافظات 21 المعدل تنص على انه رئيس السن هو الذي يدعو الى الجلسه، الى عقد الجلسه. مو العالم تنتظر الساعه بالعشر ولا الساعه بالتسعه اكو جلسه احد الاعلاميين دعا الها، الساعه بالسبعه ما تصير بالثمانيه، تصير بالتسعه، تصير بالعشره ونص بالليل. الامر الثالث، الماده 13 من قانون انتخابات مجالس المحافظات، وانا شاركت في هذا القانون بالدوره الرابعه وكنت متعاون مع النواب الحاليين في الماده 35 من القانون انتخابات مجالس المحافظات. الماده 13 من يمه واضحه وصريحه انه هذه الانتخابات في كركوك نظمت بهذه الطريقه حتى نضمن مشاركه جميع مكونات المحافظه في اداره المحافظه في الحكومه المحليه. هي هذا الغايه من الانتخابات. 20 سنه انتخابات ماكو بكركوك، ورا ما صارت الانتخابات بكركوك هذه المجموعه اختزلت المشهد بهذه الطريقه. هذا امر مرفوض غير مقبول. انا اطالبكم بالاعتذار الى جماهيركم كل من شارك بهذه الجلسه. بالتالي الماده 13 لم تتحقق لانه مكون كامل غير موجود، والمكون الثاني العربي نص اعضاء غير موجودين، النص الثاني رافضين رفض قاطع لهذا الامر. الامر الثالث يا اخوان، كركوك في الجلسه الافتتاحيه، مجلس محافظه كركوك في الجلسه الافتتاحيه اتفقوا بصيغه الافتتاح وصوتوا عليها 16 عضو على ان الجلسه القادمه تعقد بعد التشاور والاتفاق والتوافق بين الكتل الفائزة جميعا. أين الكتل الفائزة؟ قائمة جبهة تركمان العراق غير موجودة، نص المجموعة العربية غير موجودة، الحزب الديمقراطي غير موجود. إذن هذه الجلسة غير شرعية ولا نعترف بها. وذهبنا، مو نذهب، ذهبنا إلى القضاء وقدمنا طعون نعتقد أنها تمتلك من الأدلة الكافية التي تنصف هذه الجلسة وتعتبرها جلسة لأسباب عدة غير شرعية. وبالتالي سنطالب بإصدار أمر ولائي لإيقاف إجراءات هذه الجلسة. في حزب السيادة هذا موقفنا، موقف شيخ خميس الخنجر أعطانا الحرية الكاملة، والله أعطانا الحرية الكاملة في التفاوض مع الجميع، وقال بالنص كل جهة سياسية تعطيكم منصب محافظ كركوك اذهبوا اليها، كل جهه سياسيه تعطيكم هذا المنصب اذهبوا اليها، حتى لو كان الاتحاد الوطني او كان الحزب الديمقراطي او كانت الجبهه التركمانيه. ولكن مع الاسف الشديد ان عدد من اعضائنا ذهب باتجاه اخر وتفاوض لوحده وفكر بمصالحه. وبالمناسبه اخواني، حتى اكون واضح وصريح بهذا الكلام للشارع العربي، الخلاف فيما بيننا بين شخصين او ثلاثه فيما بينهم على مناصب، ابدا ماكو اختلاف على قضايا اخرى. وشكرا جزيلا. الكلام للسيد استاذ راكان الجبوري عضو حزب السياده ورئيس قائمه التحالف العربي. السلام عليكم. انا لا ارغب ان اعيد كل ما قاله السيد الاستاذ خالد. احنا حرصنا من اليوم الاول ان نكون كتله واحده في التفاوض. أنا رأس التحالف العربي صاحب العدد الأكبر من الأصوات ومن الفائزين. هناك قائمة للقيادة فيها اثنين، وهناك قائمة للعربة فيها واحد. التحالف العربي لديه ثلاثة وبواقع أكثر من 100,000 صوت. في الحقيقة عملنا سوية للحصول على حقوقنا كما قال. أنا باعتباري أذهب إلى الأشياء الفنية، باعتباري رئيسا للسن
تم عقد الجلسة الأولى برئاسة رئيس السن وحضور جميع مكونات كركوك، وتم التصويت بشكل جماعي على أنه ترفع الجلسة ويترك وقت للتوافق بين جميع المكونات، وبذلك الاتفاق اللي يحصل بين جميع المكونات يعرض على رئيس السن ليحدد وقت للجلسة. اللي تفاجأنا به أنه الجلسة دعية لها من قبل مجموعة من حزب واحد وعبر الإعلام، وليس ولم يتم تسليمي أي وثيقة أو طلب تحريري لتحديد الجلسة، وهم محددين أيضا جدول الأعمال دون التوافق مع الآخرين، وبنفس الوقت مختارين مكان في بغداد، وهذا المكان وهذا خلاف للقانون، كون الجلسة الأولى كانت في مجلس المحافظة دون مشاكل، لا توجد مشكلة في كركوك لعقد جلسة. وأيضا حرصا على وحدة المفاوضين في المجموعة العربية تم الاتفاق على إصدار بيان والكل وقعت عليه بأن هذه الجلسة غير قانونية، مخالفة للمادة 13، مخالفة لقانون مجلس قانون الاتفاق مجلس قرار مجلس المحافظة، وبذلك حتى اللي ذهبوا وقعوا أنهم لن يذهبوا لهذه الجلسة لعدم قانونيتها، والجلسة يجب أن يدعوها كبير السن، يجب أن يحدد موعدها يحدد مكانها. لكن تفاجأنا بذهاب بشكل خفي والاتفاق بشكل خفي دون التشاور مع أحد بعد أن وقعوا على الوثيقة بنصف ساعة. والأكى من ذلك اليوم هذه الطريقة بالعمل شقت مجتمعنا إلى أقسام، شقت المجتمع العربي إلى أفكار متناحرة. ولو كانت هذه المبادرة أو العمل فيه كسب للمكون لكنا باركناه، ولكن ما كان يمتلكه المكون فقده بهذه العملية الخفية. وأول مرة أشوف بأنه مجموعة موحدة وتوقع نفس الوثيقة تذهب بدون أن تذكر شركائها الموجودين وتتفق تتفق نيابة عن المكون بأكمله وتعطي حصة المكون التي بيده وتخسرها، والتي لم تأتي إلا بتضحيات دماء ومعاناة وأمر طويل جدا، وكذلك تسمية الحصص لمكون دون حضور بقية المكون. هذا الموضوع احنا ننصح بأنه لا ينفع على الإطلاق، وسيشق المجتمع وسيؤدي بينا إلى التناحر، وسيصبح انقسامنا أكبر من الانقسام اللي موجود هذا اليوم. وأيضا بنفس الوقت احنا الجلسة غير قانونية، وطعننا بها اليوم في المحكمة الإدارية، وغدا سيكون طعننا في المحكمة الاتحادية. لا تغييب المكون التركماني هو مخالفة للقانون، قانون انتخابات رقم 4 مادة 13، ومخالف أيضا لقرار مجلس المحافظة، ومخالف للتوافق أيضا. وأن تذهب لكي تتفق دون أن يكون الكل مجموع، أعتقد وبنفس الوقت كنا نتفاوض سوية نحن والتركمان، كنا جهة واحدة نتفاوض. الغريب بأنه التركمان أصبحوا خارج المعادلة، جزء من العرب يذهب لكي يتناقش على الانفراد، أدى ذلك إلى يحس أن الناخب في الشارع بأنه لم يحصل على شيء من خلال صوته، لأنه ما تم الاتفاق عليه خلسة في جنح الظلام كان هذا موجود، وهذا موجود وموقع عليه. لكن كان الاختلاف أنه نحن أصرينا على بقاء الإدارة، وتصرف يوم أمس أفقد المجموعة العربية والناخب العربي استحقاقه في إدارة كركوك. وشكرا جزيلا. خلي الدكتور أحمد بعدين. السلام عليكم. أنا كعضوة في مجلس محافظة كركوك منتخبة عن الجمهور وأنتمي إلى قائمة التحالف العربي، هذه القائمة التي حصلت على ما يقارب نصف أصوات الكتلة العربية الموحدة. أتفاجأ يوم أمس عن طريق الإعلام بوجود اجتماع، هذا الاجتماع يفرز عنه
اختيار رئيس المجلس ونائبه ومحافظ لكركوك. السؤال الذي يتبادر إلى الذهن من الناحية القانونية، ما هو موقف الأعضاء السبع؟ هل نعد غياب؟ كلا، لم نبلغ بهذه الجلسة، فبالتالي هذه الجلسة فقدت لشرعيتها من الناحية القانونية الشكلية. ومن ناحية أخرى، حسب قانون مجالس المحافظات يجب أن يتم تبليغ الأعضاء بحضور الجلسة من كبير السن، وهذا الذي لم يحدث على الإطلاق. لم يوجد أي تبليغ لا شفوي ولا تحريري، فبالتالي في هذه الحالة أيضا تعد هذه الجلسة غير شرعية من الناحية الثانية. الناحية الأخرى، أود أن أوجه رسالة قصيرة جدا، إنه المناصب زائلة والأشخاص يتغيرون لكن المواقف باقية. وشكرا. هذا زباني من قضايا كردستان. أنتم وحزب الديمقراطي الكردستاني وأطوين من الجبهة العثمانية، هل ستستمرون في محافظة كركوك كأعضاء محافظة أو ستنسحبون؟ السؤال الثاني، هناك قائمة موقعة من وصف العاصي كجبهة العربية الموحدة، هناك 19 منصب للعرب، هل تستلمون هذه المناصب أم فقط من هذه الأعضاء فقط للموقعين؟ أولا احنا لم نحضر الجلسة، لا نعلم ما هي الاتفاقات، وليس ملزمين او يعني نجيب على مثل هذا السؤال. احنا اساسا رفضنا هذا التصرف الانفرادي، وهذا الشق لوحدة الصف المجموعة العربية ووحدة الاتفاق الذي حصل قبل يذهبون إلى الجلسة بنصف ساعة. احنا لسنا ملزمين بأي شيء، اما الاستمرار في المجلس او عدم الاستمرار في المجلس، فأعضاء المجلس هم أعضاء مجلس في النهاية، سيتصرفون وفق القانون، سيقومون بالطعن للحصول على حقوقهم كونهم لم يكونوا مبلغين في جلسة نتج عنها تشكيلة معينة وغاب عن هذه التشكيلة، ليس غاب وإنما لم يبلغ، وبذلك تكون الإجراءات غير قانونية. أما عن الدوام المجلس أو عدم دوام وما هي النتائج، هاي ننتظر جواب المحكمة. أستاذ خالد، نعم. الشخص الذي فاز في منصب رئاسة مجلس المحافظة إبراهيم محمد الحافظ هو عضو للسيادة، ما الذي حصل؟ يمثل السيادة، هل يزال على السيادة لو حاول تقدم؟ يعني مع الأسف الشديد أنه نصل ب مثل ما قلت في كلامي، بيوم من الأيام نجاوب على أسئلة عن علاقتنا مع بعضنا البعض، ولكن وضعنا في هذه الزاوية. السيد محمد إبراهيم الحافظ لم يعد عضوا في حزب السيادة، وهو الآن خارج حزب السيادة، وهذا قرار يوم أمس صدر عن قيادة حزب السيادة. أصل؟ نعم، وبالتالي نحن غير مسؤولين عن كل ما يقوم به وعن الإجراء الذي قام به، وهو إجراء منفرد رغم علمنا ومحاولتنا لثنيه عن هذا القرار وتواصلنا معه بشكل مستمر. أنا يوم أمس إلى الساعة 11 كنت موجود في بغداد، وكنت أتواصل معهم بشكل مباشر وأحيانا غير مباشر في محاولة لثنيهم عن هذا القرار، ولكن مع الأسف الشديد أنا ما يؤلمني هو أنه السيد رئيس الوزراء تدخل بشكل مباشر، وكان إيجابي جدا الرجل مع جميع الكتل السياسية، ولو أنهم صبروا قليلا وابتعدوا عن الضغوطات كان من الممكن خلال أسبوعين بالكثير تنحل مشكلة كركوك بالتوافق، وكانت هنالك نية للسيد رئيس الوزراء لاحتواء هذه الأزمة من خلال وضع خارطة الطريق، وكنا يعني على اطلاع بسيط على هذه الخارطة، كان أنا شخصيا مقتنع أنها سترضي جميع الأطراف، ولكن مع الأسف الشديد كان هنالك إصرار على هذه الخطة وهذا الطريق الذي أعتقد شخصيا أنه سيدخل كركوك في مشاكل جديدة بعد أن ابتعدت كركوك عن المشاكل، ومنذ 7 سنوات وكركوك تعيش في وضع مستقر وآمن، وكنا نتمنى أن تكون نتائج الانتخابات الأخيرة
أداة وطريقة لاستمرار هذا الاستقرار، ولكن مع الأسف الشديد هذه ليلة أمس أعتقد قضت على هاي الفرصة. أستاذ خالد، يعني رئيس الوزراء السيد السوداني شكل تحالف إدارة الدولة، يعني كيف بهذه السهولة ضرب عرض الحائط تحالف إدارة الدولة؟ وهل كان يعلم السوداني بالجلسة أم لم يكن يعلم أيضا؟ اخواني، تحالف إدارة الدولة في كركوك او تحالف كركوك او يعني لها مسميات اخرى، نعم، يعني شكل بالتوافق ما بين جميع المكونات، يعني الاتحاد الوطني موجود، الجماعة العربية موجودة، الحزب الديمقراطي، الجبل التركمانية، الكل كانوا موجودين ومشاركين ومفاوضات مستمرة. وحقيقة حتى رئيس الوزراء تفاجأ بالطريقة التي انا لا اجيب عنه، ولكن حسب ما يردني تفاجأ من الطريقة التي تمت فيها عقد الجلسة والطريقة التي عقدت فيها الجلسة. مرة أخرى أخواني، لو أنه هذه الجلسة فيها مصلحة أهل كركوك، فيها مصلحة الكرد والتركمان والعرب، لماذا تعقد بهذه الطريقة؟ لماذا لم تعقد في مبنى محافظة كركوك؟ لماذا لم تعقد وبحضور أهالي كركوك مثل الجلسة الافتتاحية التي استبشر بها جميع أهل كركوك؟ انظروا إلى النتائج، مؤتمر صحفي هنا ومؤتمر صحفي هناك. أقول نحن لسنا طلاب مناصب، نحن لسنا طلاب مناصب، لو كنا نطلب المناصب لذهبنا بالطريقة التي ذهب البعض من عندنا من أجل المناصب. نحن نبحث عن الحفاظ على حقوق العرب في كركوك، وخسرنا هذه المناصب لأننا كنا ندافع عن حقوق المكون العربي في كركوك. وذكرتها مرات ومرات، قلت لهم يا أخواني، أو بداية لنحصل على المناصب العربية وتحديدا للمحافظ والمناصب الأخرى ثم نختلف فيما بيننا، لماذا نذهب إلى الآخرين ليعطوننا مناصبنا؟ هذا اللي هذا اللي قهرناني، والله كريم، الله يعين إن شاء الله. شكرا جزيلا أخواني.